أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أنكر ما جاءت به الأدلة تواترا مثل الرؤية والشفاعة، هل نحكم بكفره؟ هذا فيه تفصيل. إن كان عالما وقالوا ولو جاءت الأدلة أنا ما أعتقدها، ولو جاءت الأدلة هذا يكفر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان مقلدا أو جاهلا، مقلدا لغيره أو جاهلا أو متأولا تأويلا يظنه صحيحا وهو غير صحيح، فهذا لا يكفر، إنما يضلل وقال ضال ولا يكفر حتى يبين له الحق. فإن قبله الحمد لله، وإن لم يقبله بعد البيان إنه يكفر. نعم.